هذه نسخ من مستندات الأملاك والعقارات اللي باسم الأستاذ عبد المحسن الله يرحمه. طيب وكم تتوقع أن الإجراءات هذه تأخذ لها وقت؟ محتاجة وقت شوي، لكن بحاول أعجل فيها. حبيت أسألك عن عقد فيلة الأستاذ راشد. هذه خلها معي، ما بأي أحد يعرف فيه. إيه بس إذا كانت مسجلة في السجلات العقارية ما راح نقدر نستثنيها، بتكون من ضمن الإرث. راشد يوم باع البيت لعبد المحسن طلب أن الموضوع يكون بينهم، ما يبي أي أحد يعرف فيه، عشان كذا ما تسجل. بس وش السبب؟ راشد ما يبي عياله يزعلون إنه باع آخر ورث له من جدهم عمر البهيتاني. طيب بس إبراهيم، عيال راشد لو عرفوا إن البيت اللي هم عايشين فيه مو بلهم وإنه ملكنا ما بيسكتون. وأنا بصراحة أبي أخلص الموضوع من غير أي شوشرة. يعني اللي أفهم من كلامك إنك راح تتنازلين لهم عن الفيلا؟ لا طبعاً، مو بنا اللي تعودت إني أتنازل عن حق من حقوق بناتي أو حقي، لكن أنا أبي أخلص من سالفة ورث يوسف، وبعدين كل حق يرجع لصاحبه، وكل شيء في وقته حلو يا إبراهيم. Thank you.